السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال بسيط خالص في الدينامو. هروح لمانج واقول له دينامو. الموضوع بسيط خالص، هقول له بس اجمع لي رقمين. فهقول له انا عايز نمبر ممكن تختار نمبر او السلايد، الاتنين هيدوا نفس الحاجة، نمبر او نمبر سلايدر. وليكن ده مثلا 5، وهقول له النمبر ده كرره لي اهوت. واجي هنا اقول له انا عايز المعامله اللي هي بلس زائد، اقول له اجمع لي الاتنين مع بعض، اجمع لي الاكس والواي بكام، هيقول لي ب10. طيب انا عايزك تعمل لي ماس راوند، اهوت تمام، بحيث لو في كسور هو يبدأ ان هو يعمله. طيب خلينا اقول له ان هنا 5.2، لو جيت هنا هتلاقي 10.2، لو جيت هنا هتلاقي 10 بس. طيب انا عايز بقى ايه، اجي هنا واقول له اجمع لي تجمعهم لي بشكل اخر، هقول له كود وهقول له اجمع لي الان زائد الام. تمام، يبقى هو كده محتاج مخرجين او مدخلين، ان اهوت و ام بالشكل دوت. طيب اللي عايز نشوف المخرجات بتاعته اهو.